لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين قناة أكشن كورة في كل مكان. قرر الجهاز الفني للأهلي الاستغناء عن بعض اللاعبين لإخلاء أماكن لضم صفقات قوية بدلا منهما في ميركاتو الشتاء المقبل. وقررت إدارة مجلس النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في رحيل المالي سليب كوليبالي مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعدما تراجع مستواه خلال الفترة الماضية بشكل واضح، بالإضافة لرغبة الأهلي في التعاقد مع لاعب أجنبي بدلا منه في يناير سواء لتدعيم الهجوم أو خط الوسط. ويأتي قرار مسؤول الأهلي بالاستغناء عن كوليبالي متزامنا مع رغبة المدافع المالي في الرحيل هو الآخر على خليفة الهجوم الذي تعرض له مؤخرا من قبل الجماهير والخبراء وجماهير السوشيال ميديا، فضلا عن رحيل الفرنسي بدرس كارترون المدير الفني الأسبق للفريق والذي كان مسندا له ووراء التعاقد معه مطلع الموسم الجاري. كما استقر مجلس إدارة النادي الأهلي في التخلص من رامي ربيعة لاعب خط الدفاع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، واتفق محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع سيد عبد الحفيظ المشرف على الكرة بالنادي في الجلسة التي جمعتهما في منزل رئيس النادي أمس على بيع رامي ربيعة بسبب خسارة إصاباته وصعوبة استمراره مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة. وغاب ربيع عن المشاركة مع الأهلي منذ أكثر من عام ونصف بسبب الإصابات المتكررة التي يتعرض لها في العضلة الضمة والأمامية والحوض أيضا، مما يقلل من فرص بقائه في الأهلي. واستقر مجلس إدارة النادي الأهلي على رحيل باسم علي الظهير الأيمن للفريق، ويفكر الأهلي في إعارته وليس البيع النهائي. كما تلقى الأهلي العديد من العروض لضم اللاعب من بينهم النادي المصري البورسعيدي وسموحة، وقرر الأهلي إعارة اللاعب بسبب كسرة إصاباته وعدم مشاركته مع الفريق. كما قرر النادي الأهلي رحيل جناح الفريق الأحمر عمرو بركات لعدم الحاجة لخدماته، حيث تم وضع اللاعب في قائمة الانتظار وخروجه من القائمة الأفريقية التي انطلقت منذ أيام قليلة، ولم يحصل بركات على فرصة لإثبات قدراته الفنية مما أدى خروجه من قوائم الفريق. وانضم عمرو بركات إلى الأهلي الموسم الماضي قادما من فريق مصر المقصة، حيث شارك في 3 مباريات فقط وبعدها تم إعارته في الميركاتو الشتوي في يناير الماضي. وعاد بركات إلى الأهلي بداية من هذا الموسم ولم يظهر بالشكل المطلوب في التدريبات، حيث تم استبعاده من الفريق. لا تنسوا تشجيعنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتشاهدون المزيد من أخبارنا. دمتم في أمان الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.